نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. علاقات الصداقة التاريخية التي تربط سوريا والصين إضافة إلى الأوضاع في سوريا، بحثها السيد الرئيس بشار الأسد مع نائب وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشاي جيون. السيد جيون أكد أن موقف الصين مما يجري في سوريا مبني على سياسة مسؤولة تنطلق من الموضوعية والعدالة والتمسك بمبادئ القانون الدولي، وتهدف إلى تحقيق مصالح الشعب السوري واستعادة الأمن والاستقرار في سوريا باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في استقرار المنطقة برمتها. وأوضح أن الصين تدعم مسيرة الإصلاح الجارية في سوريا والخطوات المهمة التي قطعتها الدولة السورية في هذا المجال، مشددا على أن بلاده ستواصل القيام بدورها البناء والإيجابي الهادف إلى إيجاد تسوية سياسية للأزمة عبر الحوار بين جميع الأطراف في سوريا بعيدا عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي، ولافتا إلى أن لسوريا تجربة سياسية غنية تجعلها قادرة على تحقيق ذلك. من جانبه عبر الرئيس الأسد عن تقديره لمواقف الصين قيادة وشعبا تجاه سوريا، وأشار إلى أن ما تتعرض له سوريا يهدف بشكل أساسي إلى تقسيمها وضرب موقعها الجيوسياسي في المنطقة، مؤكدا أن سوريا ماضية في مسيرة الإصلاح السياسي وفق خطة واضحة وجداول زمنية محددة. أجريت التبادل الصريح والمعمق مع فخامة الرئيس بشار أسد حول مسألة سوريا. إن الصين كصديق لسوريا تتابع بكل اهتمام تطورات الوضع في سوريا، ونحن نشعر بقلق شديد لتصاعد أزمة سوريا. وأيضا ودعت فخامة الرئيس بشار أسد في صورة موقف أساسي صيني من مسألة سوريا. وموقف الصين هذا يتمثل في دعوة حكومة سوريا والمسلحين والمعارضة، يعني جميع أطراف المعنية في سوريا، وقف الفوري لأعمال عنف ضد المدنيين، وضرورة استعادة استقرار والنظام الطبيعي في سوريا في أسرع وقت ممكن، لأن الاستقرار والتنمية أمر يصب في مصلحة جميع أبناء الشعب السوري. وفي ظل الظروف المستقرة فقط يمكن لسوريا أن تجري إصلاحا سياسيا شاملا. بعبارة أخرى، تدعو الصين إلى وقف أعمال العنف، وتدعو جميع أطراف السورية إلى جلوس على طاولة حوار لتجاور لتوصل إلى خطة سياسية شاملة وآلياته المعنية. ونتمنى أن يجري استفتاء على مشروع دستور جديد في سوريا، وأيضا انتخابات برلمانية في المرحلة القادمة بصورة سلسة. الصين صديق لجميع أبناء الشعب السوري، وتجربة الصينية نفسها تشير إلى أن أي دولة لا يمكنها أن تحقق تنمية وتحقيق رفاهية الشعب في حالة غياب استقرار. ينطلق موقف الصين الموضوعي والعادل من مصلحة الأساسية والطويل الأجل لشعب سوري، وليس لدى الصين أي مآرب أنانية في هذه المسألة. ونحن نتمنى بكل إخلاص أن تحقق سوريا كبلد الصديق للصين الاستقرار في أسرع وقت ممكن، وبالتالي تجري إصلاح و تعمل على تنمية، وبالتالي تحقق رفاهية ومصلحة شعب سوري. وشكرا. وفي الإطار ذاته التقى المعلم مع نائب وزير خارجية الصين الشعبية والوفد المرافق. حلب الشهباء الصامدة التي بدأ التجيش عليها من أجل أن يشيش شعبها ومواطنوها، وما زال أهل حلب يفهمون أن هذه المسألة
من أجل أن تدمر سوريا، فبقوا صامدين. ها هم اليوم ينالون جزاءهم من أعداء الإنسانية، من أعداء الإسلام. فأين بياناتكم يا علماءنا؟ استهدفت مجموعة إرهابية مسلحة قوات حفظ النظام في أريحة بإدلب اليوم بسيارة مفخخة. مصدر رسمي في المحافظة ذكر أن انفجار السيارة أدى إلى استشهاد أحد العناصر وإصابة آخرين بجروح. كما اعتدت مجموعة إرهابية مسلحة على مديرية الزراعة وسطت على 20 سيارة دبل كابين. وفي حلب استشهد عضو مجلس محافظة حلب جمال البش وأصيب زوج ابنته بنيران مجموعة إرهابية مسلحة استهدفت سيارته بمنطقة سفيرة شرق حلب. مصدر بالمحافظة قال إن المجموعة الإرهابية المسلحة اغتالت البش فجر اليوم خلال توجهه من منزل أقاربه إلى منزله، ما أدى لاستشهاده على الفور، بينما أصيب زوج ابنته الذي كان برفقته بالسيارة بجروح. والشهيد البش من مواليد عام 1956 أسفيرة، وله 4 أولاد وابنتان. مرة ثانية أيادي الإرهاب تطال مصفات حمص، وتستهدف هذه المرة أحد خزانات المستودعات الرئيسية في المصفات. هذه حمص وهذه مصفاتها التي استهدفتها مجموعة إرهابية مسلحة بقذائف أدت لاشتعال الحريق في أحد خزانات مستودعات تشرين الرئيسية. استطاعت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق بشكل كامل بعد وقت قصير. هذه الجريمة لم تكن الأولى، فقد سبقها استهداف خط النفط في منطقة السلطانية ببابا عمر، وفي 15 من الشهر الجاري استهدف خط لنقل مادة المازوت الممتد من مصفات حمص إلى خزانات النفط في عدرا بريف دمشق، وأيضا في نفس المنطقة بين السلطانية وبابا عمر، وخط لنقل الغاز الواصل بين حمص وبنياس قرب قرية الرابية في تل كلاخ وغيرها. أعمال إرهابية تستهدف البنى التحتية والمنشآت الحيوية تندرج ضمن مخطط ضرب الاقتصاد السوري، وهو ينم عن عقلية إجرامية تستهدف في الدرجة الأولى المواطنين في حياتهم ولقمة عيشهم وممتلكاتهم العامة والخاصة. كانت منطقة المزة في دمشق نقطة استهداف جديدة للمحطات الفضائية الشريكة في سفك دماء السوريين، واستغلوا تشييع الأهالي لجنازة ليصوروها معركة للقتل والحقيقة عند أهالي المزة الذين شاركوا بالتشييع. طلعوا التشييع ما في شيء عادي، يعني أخذوهن والله يرحمهن على التربة دفنوا. كانوا عم يشيعون ان اخذوهم ونزلوا، ما في لا حدا تعرض ولا امن ولا ما كان في حدا نهائيا، ان شيعوا ونزلوا وراحوا كل حال سبيلهم. في على القنوات عم تقول مثلا انه اطلاق نار وكذا، ما كان في شيء، انا كنت شاهد وهي شوفير تاكسي. انا 18 شهر هلا كان شوي هون تشيع وما صار اي شيء ولا حدا تعرض، يعني مجرد تشيع بس، وما في شيء اي من الاخبار المغرضه اللي عم طلعوها على هاي تبعت حمد ومحمد. تم التشيع ما كان في شيء ابدا، وانا كنت عند الجامع الكبير بجمعيه المصا اخذ بنتي على الدكتور. لمنع عمليات التسلل وتهريب الاسلحه عبر الحدود مع سوريا، قرر العراق اتخاذ تدابير امنيه اضافيه لتعزيز السيطره على حدوده. بيان حكومي عراقي قال إن هذا القرار اتخذ خلال اجتماع عقدته خلية الأزمة برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي. أضاف أن المجتمعين قرروا تشكيل لجنة لمراقبة الحدود وإجراء تقييم شامل للوضع على الحدود وتقديم رؤية بالإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع أي حركة في هذه المناطق، ولا سيما في مجال تهريب السلاح. كما ناقشوا أمن الحدود بين العراق وسوريا وكيفية العمل على سد جميع الثغرات التي يتسلل منها الإرهابيون وبعض العصابات الإجرامية. تهريب الأسلحة والإرهابيين المسلحين إلى سوريا حقيقة تتكشف خيوطها في كل يوم لتعري مموليها أمام الرأي العام العالمي وتكشف حجم العنف المصدر من الدول الغربية والعربية إلى سوريا.
العراق الشقيق الدولة المتاخمة للحدود الشرقية السورية تؤكد مجددا وجود عمليات تسلل إرهابيين وأسلحة إلى سوريا، وتشير أيضا لتورط دول عربية بالتمويل. يأتي هذا الإعلان بعد تصريحات لرئيس جهاز الاستخبارات الأمريكي جيمس كلابر ووزير الحرب الأمريكي ليون بانيتا، كشفا فيها عن تسلل المئات من عناصر تنظيم القاعدة إلى الداخل السوري من العراق وأفغانستان وباكستان وغيرها. بينما يلفت خبراء ومحللون في هذا الصدد إلى أن أعلان أيمن الظواهري مشاركة القاعدة في التنظيمات الإرهابية المسلحة في سوريا جاء نتيجة لتفاهمات عقدتها الاستخبارات الأمريكية مع القاعدة بعد الإعلان عن تصفية بن لادن وبدء مفاوضات بين الإدارة الأمريكية وحركة طالبان تحت الرعاية القطرية، لتقوم الشهوانية القطرية الغربية للدم السوري بأفظع إرهاب في العصر الحديث، بدءا من الدعم المادي مرورا بالعسكري والسياسي للمعارضة المسلحة، وصولا إلى إرسال خبراء لتدريبهم وتزويدهم بأحدث أنواع الأسلحة وأخطرها. الحملة المسعورة التي يشنها الحلف العربي الغربي في حربه على سوريا سواء في التمويل أم الإعلام تؤكد أن هزيمته باتت قريبة، وعلائمها طبعت وجوه المرتجفين منهم مع تقهقر مأجوريهم ومجرميهم أمام صمود الشعب والجيش السوري. ويستمر تفاعل المواطنين مع مشروع الدستور الجديد، فقد رأى المواطنون في دمشق أن مشروع الدستور يشكل نقلة نوعية من خلال ما تضمنه من مواد تكفل حرية المواطن والتعددية السياسية، وأن صناديق الاقتراع هي الفيصل في العملية الديمقراطية. التشاركية حلوة لكل الناس، ترضى أكبر شريحة من المجتمع، وهذا اللي بدنا إياه الناس. الأفضل أنه ما ينذكر بعض الأمور، مثل مثلا حاطين أنه مثلا الدين هو الإسلام للرئيس، الأفضل ما تنذكر. المادة الثامنة تبع الحزب الحباس هو الحاكم، بدهم أنه يصير تعددية حزبية وصار تعددية حزبية. نتمنى كنا أن يكون نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس محكمة النقد تعزيزا لمبدأ فصل السلطات يلي هو عن السلطة التنفيذية والتشريعية اللي هي السلطة القضائية. والله أنا عصري، قريت جميع مواد عصري، عصري ممتاز، خاصة الحرية، يعني حق الحرية منيح ممتاز، يعني أعطى حقوق المواطن بشكل سليم يعني. والله عجبتنا الحريات اللي فيها كلها، يعني كلها حريات والأحزاب، تعدد الأحزاب والحريات. والله كل مواد الدستور أنا تقريبا قريتها، يعني كانت مواد يعني تلبي طموحات العصر والشعب والهذا، وكل واحد بيحكي كلمته وهالبريده وحريه موجوده الحمد لله. عجبني انه الشعب يعطي الراي تبعه. بالنسبه للدستور الجديد هو خطوه كثير ممتازه نحو التحول الديمقراطي لسوريا، وخطوه كثير ممتازه كذلك الامر بالنسبه للحريات وبالنسبه للوضع الاقتصادي وعداله اجتماعيه مثل ما عم نسمع، وان شاء الله يكون التطبيق يعني انه موازي للشيء اللي ارينا ومناسب. يعني الدستور حضاري ومتقدم سابق، يا ريت كل الدول العربيه تاخذ قسم من هالدستور. مشروع الدستور الجديد برأي المواطنين يحقق تكافؤ الفرص ويحمي الحريات الشخصية والفصل بين السلطات ويكفل حقوق المرأة، ولكن البعض توقف عند بعض المواد. هناك مميزات عظيمة قدمها هذا الدستور الجديد للشعب، وتطبيقه واجب، وعند هذا التطبيق الواجب على كل مواطن بالحفاظ على القانون والأنظمة الموجودة مع مراعاة هذا الدستور وما يتطلبه من مواد. أتى عاما وشاملا، وأعتقد أنه يحقق مطالب المواطنين ومطالب الشعب وتتويج حقيقي لكل مسيرة الإصلاح التي نشهدها في هذا البلد. كل مواطن سوري يروح يعبر عن رأيه إن كان هو مع مشروع الدستور أو ضده، مشان أنه تتحقق الديمقراطية كاملة. نحن دولة علمانية، يجب أن يسمح لكل مواطن أيا كان دينه بالترشح، والصناديق هي الفيصل. هذا الدستور يشكل نقلة نوعية
ويشكل خطوة تقدمية نحو سوريا متجددة. استوعب هذا الدستور بشكله الجديد كل النقاط المضيئة التي تجعل من سوريا في تعيش مرحلة تحول حقيقية في جميع المناحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية. أهم ما في الدستور أنه أبقى على المكتسبات، نعم حذف الاشتراكية، ولكن نجد أنه جعل التعليم والصحة مجاني.